الوطنية التونسية. السابعة صباحا من تونس. الأخبار. أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم. هذه الإذاعة الوطنية التونسية، ومن نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. في هذه النشرة، تونس تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وتحذيرات من التجمعات في الأماكن المغلقة التي تفرضها برودة الطقس والتي ستساهم في ارتفاع حالات العدوى. تأجيل إضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الذي كان مقرراً اليوم. رئيس الحكومة يكشف أسباب إقالة وزير الداخلية. وفي العالم، قوة الشرطة والحرس تتدخل لإخلاء مبنى الكونغرس الأمريكي من أنصار ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات. في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بداية الجائحة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الجملي للإصابات بالفيروس إلى 149,881 إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 70 وفاة جديدة نتيجة العدوى بالفيروس، ليتخطى عدد الوفيات بذلك عتبة 5,000 وفاة. وتفيد آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بأن عدد المتعافين سجل زيادة تقدر ب 2,275، في حين بلغ عدد مرضى كورونا المقيمون بالمستشفيات والمصحات 1,626 مريضا، ويخضع 113 مصابا إلى التنفس الاصطناعي. أكد رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا دكتور رفيق بوجدراية أنه بلغة الأرقام فإن الوضع الوبائي في تونس حرج جدا، وأوضح أن نسق الإصابات بفيروس كورونا أخذ منحا تصاعديا في تونس، وأن الوضع حرج جدا بالأرقام وبالدلالات. وحذر من التجمعات في الأماكن المغلقة التي تفرضها برودة الطقس والتي ستساهم في ارتفاع حالات العدوى. قررت نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين مساء أمس تأجيل الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه اليوم الخميس إلى غاية يوم 27 من جانفي الجاري، في حال لم يلتزم الطرف الحكومي بنشر النصوص الترتيبية للاتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 من أكتوبر 2020 بالرائد الرسمي، وفق ما أفادت به الكاتبة العامة للنقابة أحلام بالحاج. وأوضحت الكاتبة العامة أنه تم خلال جلسة تفاوضية انعقدت مساء أمس بين النقابة وبحضور وزير الصحة فوزي مهدي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أوضحت أن قرار تأجيل الأضراب جاء على إثر التوصل إلى اتفاق يقضي بالاعتراف بالدور الجامعي للاستشفائيين الجامعيين، ويتضمن الاتفاق بالخصوص التنصيص على إصدار الأوامر المتعلقة بتنظير أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين بالأطباء الاستشفائيين الجامعيين، والأمر المتعلق بمنحة العودة الجامعية وإحداث منحة التدريس إلى جانب الرفع في منحة التأطير. جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مساء أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قبوله بمبادرة الحوار الوطني التي تقدمت بها المنظمة الشغيلة. كما تناول اللقاء ملف شهداء الثورة وجرحاها، وقد جدد رئيس الجمهورية في هذا السياق تمسكه بما كان اقترحه منذ سنوات، وهو اعتماد التقرير الذي وضعته اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 من ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.
ترأست تونس أمس أول اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي للعام الجاري، وشكل موضوع السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة محورا له. وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب ألقاه عبر تقنية التواصل عن بعد أن طرح هذا الموضوع يأتي في وقت تشهد فيه عديد بلدان العالم تفاقما للنزاعات، وذلك من منطلق الحرص على الوقوف على عوامل الهشاشة على اعتبارها محركا رئيسيا للعنف وللنزاعات. أن اختيارنا لموضوع تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة محور لهذه الجلسة التي نعقدها اليوم يتنزل في إطار حرصنا على الوقوف على عوامل الهشاشة التي تمثل محركات رئيسية للعنف وتطيل أمد النزاعات القائمة والتي استمرت طويلا لمدة عقود وتمهد للأسف لاندلاع نزاعات أخرى جديدة. ويأتي هذا الاجتماع بمبادرة من تونس في فترة رئاستها المجلس في شهر جانفي الجاري وفق الترتيب الأبجدي للبلدان. أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين تندرج في إطار حماية المؤسسة الأمنية من الإرباك وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها إثر صدور عدد كبير من التعيينات والإعفاءات دون الرجوع إلى رئيس الحكومة. وبيّن المشيشي في تصريح إعلامي مساء أمس إثر اجتماع عقده بمقر وزارة الداخلية مع قادة الأسلاك الأمنية والمديرين العامين، بيّن أنه تم إلغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت دون الرجوع إليه وإلى الإطارات الأمنية العليا. حاجة ما نجمش نسمح بحتى إرباك للمؤسسة الأمنية ولا فما حتى إمكانية اختراق للمؤسسة الأمنية، وقت اللي احنا نمسوا العدد الكبير هذاك من القيادات الأمنية بدون علم رئيس الحكومة تم إلغاء كل البرقيات التي صدرت. عرض الموفق الإداري أمس في ندوة صحفية تقريره السنوي لسنة 2019، وتم التطرق إلى عينات وإحصائيات من تدخلاته لتسوية الخلافات بين المواطن والإدارة. الموفق الإداري عبد الستار بن موسى أكد أن نسبة الإنجاز أي توصل المواطن لنيل حقوقه بلغت 58%. تقرير سنوي لسنة 2019 هو تقرير عدد 26، فيه احصائيات عدد العرائض خلال السنة هذيك 1697، نسبة الانجاز 58.25%، والانجاز هو ايصال الحق للمواطن. تعرضنا فيه في الملف هذايا لمعناها كيفية تذليل الصعوبات وتسوية الخلافات بين المواطن والمؤسسات. عرضنا عينات اللي نجحنا فيها بمختلف الحقوق سواء كان المدنية ولا الاجتماعية ولا المالية ولا العقارية. ولكن أيضا الموافق الإداري هو مرصد لكشف الإخلالات اللي تعترض المواطن في تعامله مع الإدارة، وعرضنا عديد الإخلالات سواء كانت تعلقت بالحق في الصحة أو الحق في العمل أو حق في التنقل. تعرضنا المعضلة الكبيرة اللي نعانوا منها في بلادنا هي عدم تنفيذ الأحكام صادرة ضد الدولة. ضد الدولة يعني الإدارة بصفة عامة. واقترحنا توصيات عدة مقترحات. معطى آخر هو إصلاح منظومة الموافق الإداري، هذا هام جدا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد. في أخبار العالم، الشرطة الأمريكية تفيد بوفاة المرأة التي أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول أمس إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن. ومسؤول أمريكيون يقولون إن مبنى الكونغرس أصبح آمنا ليلة البارحة بعد أن كان مسرحا للاشتباكات بين قوة الأمن وأنصار ترامب، فيما فرضت رئيس بلدية واشنطن حظرا للتجول يشمل كامل المدينة في وقت استأنف فيه الكونغرس عملية التصديق على فوز بايدن بعد عملية الاقتحام. وأنصار ترامب يوسعون الاحتجاجات من الكونغرس إلى عدد من الولايات في أنحاء الولايات المتحدة مطالبين بتغيير نتائج الاقتراع.
الحكومة البريطانية تعلن وفاة أكثر من 1000 شخص بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد 19، وهو أعلى عدد وفيات بسبب كورونا يتم الإبلاغ عنه خلال يوم منذ أفريل الماضي. وكالة الأدوية الأوروبية تعطي أمس الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس. المغرب يمنح ترخيصا طارئا مؤقتا لاستعمال لقاح مختبر أسترازينيكا البريطاني وجامعة أوكسفورد، وفق ما جاء في وثيقة لوزارة الصحة نشرتها الصحافة المغربية. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تؤكد أن الدفاعات الجوية السورية تصدت الليلة البارحة لعدوان جوي إسرائيلي في جنوب البلاد. السودان يوقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويحصل في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة صارت متاحة بعد سحب الخرطوم مؤخرا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. 7:10 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكذا نصل المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمانه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا محمد علي بن غازي، وتلفزيا شكر بالجسم. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. تونس تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وتحذيرات من التجمعات في الأماكن المغلقة التي تفرضها برودة الطقس والتي ستساهم في ارتفاع حالات العدوى. تأجيل إضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الذي كان مقررا اليوم. رئيس الحكومة يكشف أسباب إقالة وزير الداخلية. وفي العالم، قوة الشرطة والحرس تتدخل لإخلاء مبنى الكونغرس الأمريكي من أنصار ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حاتم بن عمر. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.